يا هلا والله جماعة الخير، مساكم الله بالخير جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف جيمنج من قناة يوسف جيمنج. جيناكم اليوم مقطع جديد وفي هذه القناة اللي للآن أنا ما أدري إيش المقدمة حقتي يا جماعة الخير. مقطع اليوم هو عبارة عن لعبة اسمها بيم إن جي، أو بالعربي يعني طبعا ما هي هذه الترجمة الحرفية، لكن اللعبة هذه لعبة تكسير سيارات، اسمها انك تسوي حوادث. ما ادري ايش كان في بال الشخص اللي سوى الفكرة الغريبة هذه، لكن صراحة اشوفها فكرة جدا حلوة واذا تبطل غضبك فيها. فلذلك يا جماعة الخير اتمنى المقطع يعجبكم واتمنى اللعبة تعجبكم، ولا تحطون اللايكات. اذا عندكم افكار تشوفوني اسويها في المقطع الجاي من نفس اللعبة اكتبوها في الكومنتات. وهذه اول مرة العب اللعبة، ما قلت عنها مقاطع، ما اعرف عنها شيء. واحد ارسلها لي من المتابعين الله يعطيكم العافية وقال لي فكرتها، فخلونا نضغط بلاي ونشوف. والله ماني عارف ايش السالفة اصلا. اوكي هنا اظن هذه الانظمة، فاظن اللي بحط فري اظن اللي هو يعني بكيفي، واختار من هنا. اوه والله المبات نايس والله. خلينا ناخذ هذا في البداية عشان نتعلم على اللعبة. بسم الله. يا هلا والله يا جماعة، واو. اوكي لازم شغل. طفيت السيارة كذا. نايس. الاتش والله يا جماعة السيارة احس فيها طلبات مرة كثير، اشياء يعني تفاصيل. والله هذه مشكلة اللي اني اشوف انه يلعب اللعبة اول مرة بدون ما يشوف لها مقاطع، ماني فاهم ولا شيء. ايش اسوي؟ شلون احرك السيارة؟ ياهو في كلتش يا جماعة. أنا أقول إيش السالفة؟ أثاري في كلتش. وات؟ هذه يبغالها والله الطارة ذيك، عرفتوها؟ الله. طيب يا جماعة هنا يمدينا نختار أنواع السيارات. يا لبي والأشياء. يا لطيف والله سيارة اللعبة فيها اشياء مرة كثيرة. طيب خلونا ناخذ باص. ووو يا لب. طيب بدي نختار اللون من هنا. اوكي سبون ناو سبون نيو. اوكي حلو، قاعد يرسبل لي الحين باص المفروض صح؟ يا لب. اوكي تاب عشان اغير السيارة، كنترول تاب عشان اغير. اوكي حلو كذا غير السيارة. حلو 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 مرة. طب هذه بوقفها. حلو طف السيارة. والله اللي معايا ذاك يا جماعة اللي هو الطارة كان احلى. طيب خلونا نشوف تجربة بسيطة في البداية الآن. والله يا لفة مرة بعيدة. أوه في علامة هنا زي الصاروخ. إيش سوي هذا؟ أوه اللي لقد يا حبيبي ما شاء الله. والله عطها يا معلم. تخيل بالله ودي كذا تشوف باص. اسمع الصوت اصلا. ترى هذه كلها فرامل قاعد اوقف انا الان. اوه الحمد لله على السلامة. شوف هذه حبيبتي ايش صار فيها. اوكي والله خلل بسيط مو مرة يعني كبير. ما ادري احس انه في اسرار مره كثير في اللعبه لسه ما تعلمت عليها انا. مود في مودات في اشياء مره كثيره الزبده. طيب خلونا ناخذ سياره ثانيه الحين او حاجه ثانيه ممكن. هذا حلوه مره بس صغيره مره على الباص. خلونا ناخذ مثلا هذه، احس هذه كويسه. تمام اوكي عندنا شكلين صح، لارج وميديوم. خلونا ناخذ لارج مع اني ما اشوف الصوره حقتها. ايوه والله اشياء مره كثير زبده. خلينا نغير السياره، خلينا نغير السيارة. ناخذ سياره مره سريعه. هاي شكلها سريعه هذه. اوه هلا والله بالاشكال. هات السود السود كذا. والله ذكرتني بدرايفر. واو درايفر ايام زمان. اوكي ايش الجلتش هذا؟ الو
اظنها قلتشي صح. وات طيب لحظة لحظة يمكن لازم اغير مكانها. خلنا اوقف هنا. ايوه هناك قلتشي. والله لعك تفحيط. تدرون لحظة بغير الماب. والله بغير الماب. طيب يا جماعة خلونا نختار واحدة من البابات هذه. اوه هذا شكل ماب خطير مرة. هذا شكله خطير مرة. يوتاه في يو اس اي. يلا 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 يلا. اوه يمدينا نختار برضو. ابغى اخطر شيء. هذا احس انه مرة خطير كذا طريق وعر احس. خلنا نحطه ناخذ جيب يا جماعة. يا لبي يا جماعة رسبنونا. طبعا كالعادة يعطونا السيارة هذه. لكن السيارة دي ما عجبتني طبعا. انا بغيرها. من وين هي؟ خلنا ناخذ. والله احس احس في اشياء مره كثير. جيب ولا ناخذ هذه عجبتني والله. احسها كذا حق الطقطقه يا جماعه. هذا كذا. طيب يا جماعه والله شكلها مركبه محرك هذه ولا ايش؟ يا عيني. قول له قول له قول له. اصلا هذه كانت مقصودة الحركة هذه اني الف من هنا من هذاك الاتجاه العكس يعني. ابغى اطلع فوق الجبال. وين الخط اللي انا شفته في ايش في هذه غير تحوس كذا ما يصلح. اوه لازم اقعد اعشق كل شوية. والله مرة ما متعود على هذه الاشياء انا. التعشيق وما التعشيق. ايش السيارة المخيسة دي ما غير تحوص يا ابوي سري. خلنا ناخذ جيب والله جيب محترم. هذا كذا حق طعوس تحسه هذا. ايوه يا معلم. هذا اوتوماتيك واضح. لا 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 والله هذه محاكي الاصطدام. لا يا زمن. معقول هذه النهاية؟ اوكي اوريك النهاية انا. تبغى النهاية ها؟ اوكي. شلون انزل انا؟ ما يديني انزل صح؟ اوكي. السلام عليكم. ايوه تقولوا لي ماب الجديد. ايوه ما شاء الله. صراحة انه رائع هذا الماب الصدق يعني. شو سيارات السيارة قاعدة تحترق هناك يا جماعة. خلنا نروح نساعدهم. بصراحة احنا الطوالي نروح نساعد. اوكي نيفر مايند. نروح نساعدهم الحين. والله صوت اللعبة مرة عالي. نروح نساعدهم. الناس يعرف ايش اللي يدق البوري يا جماعة. إذا عنده خلفية في اللعبة دي بالله يشرح لي. أنا أعاني من مشكلة. لما ألعب لعبة أول مرة أكون محتار هل ألعبها بعدين أصورها لكم ولا يكون انطباعي الأول معاكم. لأن بعض الألعاب لو لعبتها خلاص تصير تصويرها ما عاد له طعم. السلام عليكم. سلامات خلنا نبعدك من الخط يا حبيبي. ايوه يلا هناك. لا 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 واو شو الوجهيه كيف صارت عندي. هاي مدير وقف. واو يا لبيه. ما قصدي يا لبيه عشان يعني السيميليتر يعني. طيب نفسي اشوف ايش يصير لما تسوي حادث في ايش كمان في ايش الان في ايش. واو اوكي حلو مره حلو. صراحة امشي مرة. طبعا انا متعوق لانه ما اقدر امشي بالاي والاس. قاعد امشي بالماوس. نيفر مايند. بسم الله. هنجرب هذه المسافة القريبة. هي ايش في الكاميرا زاويتها كذا. يا لطيف والله السيارة ما ادري هي. والله يا انه السيارة انعدمت. طيب والله يا انه السيارة انعدمت مرة. السيارة بالقوة قاعدة تلف يمين. هذي هذا الخط. اوه هنا في موية. كفو التطعيس. والله احس في افكار مرة كثيرة احس اقدر اسويها في هذه اللعبة بس غالي اعرف لها اكثر والله. لا اوه شوفوا علامة الماكينة تحت انحرقت. ابو الملحجة يوسف.
سلام عليك. والله حلوة حركة هذه، انك تسوي لك سيارات احتياط في برا قبل ما تلعب. وخلونا نجيب سيارة ثانية وتكون سيارة سريعة بس معتدلة، يعني ما تقعد اوه شوف السيارة دي باب واحد. خلي نجيب هذا، والله هذا مرة احسه كذا. اوه عنده زيادة، لا ابغى كذا، ابغى هذا طبيعي انا. ايوه يا رب ما يصير جلتش ورسبي في مكان كويس. حلو، ابغى 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 اركب له تيربو. يمديني ترافيك. اوه هذا هذا بوتات تشيس. اوكي هذه مطاردة. طيب ايش انا سويت؟ صاروا يتحركون. لا 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 وقفهم وقفهم وقفهم. لا الباص تحرك. انا جبت العيد اصلا استاهل. والله يا السيارة ذي مرة بطيئة. على بال ما لف حيكون قد راح الباص اصلا اوريدي. شوف سلام عليكم اصدقائي وو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 
تدرون لحظة أوريكم الحين التيربو. أتوقع إنه هذه نفسها عندها تيربو. وين هي وين هي؟ هذا الشكل فيه له تيربو صح؟ أتوقع أتوقع إنه عندها تيربو لأن شكلها نفس شكل الباص اللي أنا أخذته. آه في هذا هذا إيش هذا؟ أنتوا أو أظن هذا التيربو. خلنا نجرب. يا ليل شغلت أمنا هذه السيارة الصغيرة. أيوة أبعدي يلا. أوه سحبتها معايا. طب خلنا أضغط خلنا أضغط الزر الحين خلنا نشوف إيش يصير. ما في فرق صح ما جاء تيربو والله. يا ليل شغلت أمي السيارة دي الصغيرة أصبر بالله. شوف الباص الباص قاعد يضربني هنا. اوكي اوكي بما اني ورطت نفسي معاها خلوها وهاتوا سيارة ثانية بما ان السيارة ببلاش يعني اعطوني سيارة ثانية بالله. هات هذه يا معلم اعطيني هذه هذه يلا هذه هذه ابشري قاعد اصور مقطع واتعلم معاكم. والله هناك هي مسوية قوية على السيارة الثانية. هاي الباص المخيس ما استغطت الانتو او ما صار شيء والله قهر والله. ما في الا الباص هو المعضل ما في الا الباص هو المعضل. اهم شيء كل شيء قاعد اغير السياره ماني راسي على سياره واحده. اعطيني اعطيني الباص اعطيني الباص. هذا باص عضل عضل ترشني عضل. ايوه شوف عنده علامه صاروخ تحت ولا والله توقعت انه الحجر هذه ما راح تسوي شيء عادي يعني حتكون بس انه شكله من جد في رياليتي مره كبيره في هذا اللعبه. تلاحظون الاشياء علامه السياره تجي اصفر على اليسار. انا بجرب اروح هناك اخر الدنيا بدي اشغل التيربو واجي طيران. يا اخي روح على الخط يا اخي. هذا ليش ما تلف الحين ماني فاهم. ايوه ايوه لفي حلو يهو ليه ما تلف لفه كامله خلاص. والله يا انه الباص معقد بالله اللي يسوقون باصات كذا من جد تعقيد. هياخذ لك ما عاد صار يدو جريوس الحين خلاص مشكله ثانيه على طول سوي كذا يا معلم من نفس المكان لانه حلو سوي ريسبونس سياره باص ثانيه يا معلم. هذا احلى شيء انه الباصات ببلاش والله هذا احلى شيء والله. جنبه يا هو مسخوها هذولا. هي ايش في الباص ما يتحرك والله شغل الصاروخ. ايوه والله حتى الصاروخ ما نفع. طب لحظة انا اجرب في باص ثاني. ايوه لا 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 لا, لا. انزل, انزل 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 الله يحفظك يا طفي طفي. ايوه رجع دوغريوس 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 دوغريوس. انا عدم وانا عدم الصاروخ اللي قدام. شوف الكفر ما يلف اصلا الكفر ما يلف. هاي خذ لك ابو التعقيد. الكفر الكفر ايوه ايوه وقف 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 صاروخ وقف صاروخ. حلو اقول انا طفشت انا ارفع ضغطي وانا قاعد اسوي هذا الشيء. هات سياره صغيره بس يا شيخ. ايوه كذا اخيرا اخيرا مسكت خط. واو يا لطيف هذا من حجره صغيره وهذا مسكين قاعدين باقي ضارب. يديني امشي فيها والله ودعت السياره. شوفوا من قدام كيف ايش اللي انا عدم
واو والله سيارات اشياء كثيره انعدمت، قطع كثير اقصد. طب انا نفسي انه اطلع فوق فوق الجبل والله، باخذ سياره ابغى دباب. في دباب؟ دباب ما في، بس خليني اخذ الجيب وكان هو احسن شيء والله، لكنه انقلب بالغلط. خليني اخذ هذا. حلو هذا ممتاز. ايه هذا حق تطعيس طعوس كذا حتى تطلع فوق كذا. دي نطلع الجبل ان شاء الله. اه في خط، في خط، في خط، في خط هنا. ايوه اخيرا بمسك الخط هذا واطلع لين فوق الجبل وارجع لكم. اوكي يا جماعه قربنا والله. الخط مره وعر ويخوف. لا لا تطيح، لا تطيح، لا تطيح، لا تطيح، لا تطيح، لا تطيح. اوه اوكي قربنا يا جماعه. تدرون لحظه انا بسوي حركه الحين حلوه وذكيه صراحه. راح اسوي زي كذا، شوفوا راح احط هنا سياره ثانيه سبون عشان لو طحت تحت اقدر ارجع لها. ايوه هنا حلو. هي وين الجيب حقي؟ هي ابغى الجيب يا حبيبي. وين الجيب؟ الجيب حقي وين راح؟ ليه ليه سووا له ريبليس؟ اه لما اسوي دبل كليك سوي لي ريبليس. لا 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 دقيقه، انا اسوي زي كذا كذا بعدين سبون نيو. لا طيح، لا طاح. خلنا ابعد كذا، اقدم شويه كذا، لازم اقدم كذا. يا رب يا رب تضبط. حلو حلو خلاص هاي اوكي. تدرون خلنا نخليها كذا، طفيها خلاص تقعد زي ما هي، ونغير يا معلم. الى اللقاء. لو تورطنا ولا طحت على طول اسوي سبون عندها، حركه ذكيه. خلونا نكمل خط ونرجع لكم. لا يا ربي يا اخي الجيب هذا كل شيء ينقلب، اقسم بالله انه رفع ضغطي هذا الجيب، رفع ضغطي قسم بالله. خلنا نبدله. هات هذا، هذا هذا الثقيل هذا راسي. اوه شرطه شرطه شرطه. تكفى قول لي يمدينا اشغل السيفتي؟ والله ما ادري. يلا كملنا كملنا. ونعم يوسف ونعم السواقه وربي. يا جماعه والله لو في طاره كان احسن والله العظيم، هذا يرفع الضغط. لو شفت تفاعل والله على السلسله هذه والقناه والحلقه دي يعني والله راح اشتري الطاره ونصير نلعبها. اوكي بديت اكتشف انه المشكله ما هي من الجيب، المشكله مني انا ما اعرف اسوق. ما في سياره كذا ثقيله؟ ايوه وريني ايام زمان القديم يا حبيب. هذا الثقيل، واو ثقيل بس يحوس، بس يحوس بس يحوس بس يحوس. يا ربي ابغى اطلع فوق، مستحيل ما في طريقه اني اطير كذا بسرعه. ما في سبكتيت مود ولا فلاي مود ولا اي شيء. هات هذه شوف شكلها راسي هذه. هاي الحين بيحطوني على الحافه، والله اني عارف. انا طفشت انا طفشت. اوكي يا جماعه هذه تكون اخر محاوله، لو ما هذا اعذروني المقطع راح يكون كذا نهايته والله. هذه السيارة الصغيرة. يلا 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 يلا. ايوه تغريز والله. ايوه ايوه والله ماني قاعد اشوف التراب والله. حاولت بكل ام السيارات يا جماعة ماش. ليه ما في باص؟ خلينا نجرب هذه. ليه ما في دراجة او ايوه انفك ورب اللي قدام. وات هذا اللي جاب وين؟ قال لك فزعه ودنيا وحركات. في الاخير الله يرحمني والله ما في اي فزعه ولا اي شيء. انا قلتشت انا قلتشت. طيب طيب دقيقه خلينا نجرب اخر حركه. هذه السياره بس هذه اللي راح تطلعني الحين. اوكي والله انا نشفت يا لطيف والله. حطلع كذا ترى قاعد اسوي مقطع، طلعوني فخم. ايوه 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 الباص. دقيقه دقيقه خلينا نحط باص التيربو، باص التيربو باص التيربو باص التيربو ولا بلاش باص التيربو باص التيربو. ايوه اطلع خلينا نشغل التيربو. اوكي يا رب يا رحمن يا رحيم. طب تدرون خلوه كذا خلاص
وخلوني اجيب سياره ثانيه وادفه من الجنب، هذا افضل حل. الحين برسم لك السياره الصغيره في الثانيه. والله لا ادعس انتحاري. يلا خلاص انا طفشت، خلاص انا طفشت، خلاص انا طفشت. اسمع الصوت. خلاص طفي السيارة، خلاص انا اقلب عند الباص اللي فوق. اوه هذه نسيت منها هنا. ايوه حتى هذه ناشبة. دقيقة بالله، شوف اخر محاولة. ماشي دفع امامي والدفع الامامي معلقة كفرات من قدام. خلنا نحط الجيب، الجيب حيطلعها بالراحة ان شاء الله. والله قاعد يحفر. يلا 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 تكفى تكفى تكفى. والله يا جماعة أنا فاشل في هذه اللعبة درجة أولى، آخر محاولة في الدنيا. يلا 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 يلا. أيوة أيوة أيوة. يلا طب دقيقة خلني أسوي سبون نيو كار نيو. يا رب يجيبونها فوق، يا رب يجيبونها. اسمع الله ما على طيح يا واو. أعوذ بالله أعوذ بالله. باقي تمشي هذا المهم. اوكي يا جماعة الخير كذا كنت مقطع اليوم، اتمنى مقطع اليوم عجبكم بس حطوا لي لايك. صراحة المقطع جدا يفشل، ماني عارف للعبة ابدا يا جماعة الخير. لا تنسوا تحطون اللايك، اذا عندكم اقتراحات ساعدوني فيها اكتبوا لي في الكومنتات. انا عارف اني اخترت هذا الماب ومرة ورطت نفسي لانه مرة من جد صعب، التحكم مرة صعب في السيارة، لازم اشتري الطارة ذيك. اذا تبغون اشتريها ورونا تفاعل على هذا المقطع يا جماعة الخير عشان اشتريها من جد ونسوي مقاطع كثير من نفس هذه اللعبة والعاب ثانية حق السيارات. وبس يا جماعة الخير هذا اللي كان عندي، اشكر اي شخص بيحط اللايك بيتحمل الفشل اللي في المقطع هذا، لو ما حطيتوا لايك ما راح اقول لكم لا. هذا اللي كان عندي، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا استغفرك واتوب اليك. سلام عليكم. استغفر الله العظيم.